السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد في درس جديد من دروس VIP Drop Shipping على منصة إيباي. اليوم سوف نقوم بالبحث المعمق في إيباي لنجد ذلك المنتج الذي يسمى Winner Product أو المنتج الذي يباع بشكل جيد على إيباي. كيف أصل إلى ذلك المنتج؟ كيف أصل إلى the winner product أو the winner products على eBay؟ طريقة، يعني هناك استراتيجيات كثيرة يتبناها يعني عدد كبير من الباعة على eBay، ولكن لكل استراتيجية الخاصة، وتشتبه الاستراتيجيات في بعض المراحل وتختلف في مراحل أخرى. فأنا تبنيت تقريبا 5 إلى 6 استراتيجيات أو تقنيات البحث، هذه واحدة منها، فهي مهمة جدا وأعتمدها في عدد كبير من المنتوجات، اختيار المنتوجات، وقد جربتها وقد يعني كانت نتائجها جيدة جدا. إذن أولا أذهب إلى My eBay ثم Selling، My eBay Selling، ثم أصل إلى Seller Hub، يعني الصفحة الرئيسية للبيع Seller Hub، أضغط على Growth ثم Sourcing Guidance، Growth ثم Sourcing Guidance. من لم يعني لا تفتح معه صفحة Seller Hub، هناك يعني فيديو خاص كيف يعني أفعل Seller Hub بشكل يعني سريع وبسهولة. إذن Growth ثم Sourcing Guidance، أضغط على Sourcing Guidance. هي إذن تفتح معي Get Sourcing Guidance، يعني هذه الصفحة سوف تحدد لي ما هو النش أو ما هو المنتج الدقيق الذي يوجد في أسفل الكاتيجوري الذي يمكن أن أبيع فيه. يعني هنا يمكن أن أقول أنني سأضرب يعني عصفورين بحجر واحد، سأجد النش الخاص بي وأجد المنتج الذي يعني قد نسميه winner product، لأن هنا يحدد لي ما هي الكاتيجوريز المتواجدة على eBay ويعطيني يعني إحصائيات حول المنتوجات التي تباع في ظرف 5 سنوات، ويعطيني يعني رسم بياني حول ارتفاع وانخفاض نسبة المبيعات خلال يعني فترات يعني في السنة، يعني خلال أشهر السنة، ما هو الشهر الذي يباع في هذا المنتج أكثر من الشهر الآخر. إذن لكن لابد من اختيار يعني كاتيجوري، سأختار Business Industrial يعني بشكل عشوائي، ثم نذهب إلى مثلا إلى Electrical and Test Equipment، ثم بعد ذلك نختار Test Measurement Inspection يعني أدوات القياس الكهربائية، ثم نذهب إلى Test Meters and Detectors، ثم نذهب نحن نتعمق شيئا فشيئا في الكاتيجوري لنصل إلى النيش ثم إلى الوينر برودكت، ثم أضغط على Electric Circuit and Multimeters، ثم Multimeters يعني هذه أدوات قياس كهربائية المالتيميترز. جيد، وصلنا إلى الصفحة الخاصة بهذا النش بالضبط، وهي المالتيميترز والمتواجدة في Business Industrial، Electrical Test Equipment، Test Measurement Inspection، Test Meters Detectors، Electric Circuit and Multimeters، ثم Multimeters، يعني تعمقنا جيدا في الكاتيجوري لنصل إلى النش وإلى The Winner Product. من يحدد لي أنه winner product؟ سوف نرى. نلاحظ أن في ظرف 5 سنوات هذا المنتج يباع بشكل جيد خلال شهر جولاي وشهر أغسطس، يعني شهر 7 وشهر 8، إلى قرابة شهر 9، فهي يعني يقوم مبيعاته تنخفض إلى شهر ديسمبر ثم ترتفع من جديد. إذن هذه فترة يعني الجيدة، هي فترة من الآن سوف يرتفع يعني بيعه من الآن. إذن هذا المنتج كان اختيار
ناجح جدا هذا النيش، يعني سوف نختاره ونبحث على الوينر برودكت فيه. إذا اتفقنا على أننا يعني حصلنا على النيش الجيد، مالتيميترز نيش جيد، ممتاز. الآن ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى البراند. ما هي لا مارك؟ ما هي النوعية، يعني الماركة التي تباع أكثر من الأخرى؟ ثم نحتاج يعني ما هي يعني الافرج، يعني في البرايس، ما هو يعني مجال الثمن الذي سوف نبحث فيه. هذه سوف نبحث، سوف يتم تحديدها هنا. إذن هنا يعطيني top opportunities in multimeters، ما هي الفرص الجيدة في بيع المالتيميترز. The higher the score، يعني الأعلاهم، يعني the more demand here is for an item، يعني هنا أول رقم واحد هو هذا brand، ثم البراند الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. هذه البراند الخاصة بالمالتيميترز، يعني أفضلها هي هذه كرافتسمان. بالنسبة للتايب هناك الكلامب مالتيميترز، هناك البنش توب مالتيميترز، ثم هناك المالتيميترز، ثم الديسبلاي، هناك الديجيتال، ثم الانالوج. سنختار ديجيتال. ام بي ان هذا الرقم الخاص به سوف نبحث عنه، ثم البروتكشن بلان، هنا غالبا نو كفرج بروتكشن بلان. سوف نضغط على توب كومبينيشنز ليعطيني يعني مجموع هذه ويعطيني ما هو الافضل عندما يجمع كل هذه المعطيات. اذا يقول ان الافضل هو الامبراندد بدون مارك، مالتيمترز بالطبع، ثم الديجيتال في الديسبلاي. اذا يتبعها يعني الماستك، ثم يتبعها الكرافتسمان، ثم يمكن ان اضغط على شو مور، يتبعها الهولد بيك، فهذه براند مارك، ثم الهايلك، ثم فلوك، ثم هولد بيك، وهكذا. هولد بيك مرتان هنا على حسب الثمن average price. جيد. اذا الان سوف ابحث في التوب برودكتس على اي باي، ما هو البراند الافضل هنا، البراند الافضل. اذا اذهب الى best selling product، best selling product على اي باي. كيف وصلنا الى هذه الصفحة؟ سنرى ذلك يعني في الفي اي بي، في اي بي دروب شيبين بالتفصيل. هنا فقط اقوم ب يعني اختصار عملية البحث ليكون الفيديو يعني ليس طويل جدا من اجل تحميله على اليوتيوب. اذا نلاحظ ان في توب برودكتس الخاصة بالمالتيميترز هناك يعني رقم واحد هو فلوك، وخصوصا F15 في البيس، لأن هذا المالتيمترز يعني يعتمد على البيس في قياساته، يعني 15 تجد 15B 10B يعني 20B وهكذا. إذا نحن الآن لا نبحث عن البيسز، نبحث عن the brand، يعني la مارك التي سوف نقوم بالبحث عنها. نلاحظ أن فلوك متواجدة بكثرة، إذا فلوك هنا، ثم فلوك مرتين في العشر الأوائل، فلوك ثلاث مرات في العشر الأوائل، فلوك أربع مرات في العشر الأوائل، عفوا، ثم أعتذر، ثم فلوك إذا أربع مرات في العشر الأوائل. هل هناك من ماركة أكثر منه؟ لا توجد. إذا فلوك هي الماركة الأولى. الفلوك هو يعني the brand أو الماركة التي يعني تتواجد في العشر الأوائل. إذا سأبحث عن هذه البراند أو هذه الماركة، أذهب إلى علي اكسبريس وأسجل فلوك ديجيتال مالتيميترز، فلوك ديجيتال مالتيميترز، أزيل 15 بيس، ثم أضغط على سيرش. يجب أن تكون الكلمات يعني مضبوطة في علي اكسبريس وقليلة. نعم هناك عدد كبير من يعني الاختيارات، وهناك فلترات كثيرة. بعد البحث يعني
وطريقة البحث على علي اكسبريس فهي يعني موجودة في في اي بي دروب شيبينغ كذلك، توصلنا إلى نتائج مهمة. ما هي؟ عندما بحثت في اي باي وجدت أن هذا المنتج اللي هو فلوك 15 بي 15 بيس يعني يباع بشكل جيد، وبحثت عنه في بفلترات مهمة في علي اكسبريس ووجدت هذا البائع الذي يبيعه من الولايات المتحدة الأمريكية وفري شيبين ويستعمل الباي بال. إذا لاحظوا نتائج البحث كيف يعني وصلتنا إلى هذا المنتج الذي يباع بشكل جيد، فهو نفس المنتج، نفس المنتج ها هو في الصورة، يعني نفس المنتج فلوك 15 بي، فلوك 15 بي هذا يبيع ب 82 دولار فري شيبين باستعمال يو اس بي اس فيرست كلاس، وهذا كذلك في اي باي يبيعه ب 97 وليس 82، ب 97 باع منه أكثر من 100 قطعة ويشحنه من الولايات المتحدة كذلك إلى الولايات المتحدة كذلك. إذن هذا اختيار جيد. يعني هناك اختيار آخر وهو فلوك 10.1 بيس، وهو يباع فقط ب 50 دولار من الولايات المتحدة الأمريكية والشحن مجاني، و guess what، نعم يقبل الباي بال. إذن توصلنا إلى هذان البائعان اللذان يعني يرسلان يشحنان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأثمان جيدة جدا ويقبلان الباي بال. كيف توصلت إلى هذان المتجران؟ هذا يعني درس خاص بـ VIP Drop Shipping الذي سوف يعني في القريب إن شاء الله سوف يكون موقع خاص لتحميل هذه الفيديوهات، ونحن نشتغل على ذلك. إذن أعيد باختصار، طريقة البحث يعني كما قلنا تنطلق من سيلر هاب ثم جايدن سورسين ثم تصل إلى يعني اختيار دنيش، ثم بعد ذلك نصل إلى اختيار ذا براند، ثم نذهب إلى بيست سيلن ونحدد البراند التي تباع في العشر الأوائل. وجدنا أن فلوك هي التي تباع في العشر الأوائل في البراند، نعم. ثم بحثنا في علي اكسبريس عن فلوك ديجيتال مالتيمترز، أعطاني مجموعة من الاختيارات، لكن هناك طريقة للبحث عن المزود الذي يعني يقبل الباي بال ويشحن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فوجدنا يعني مثالان يشحنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية ويقبلان الباي بال معا. إذا نلاحظ هنا فهو يقبل باي بال، وهذا الآخر كذلك نلاحظ أنه يقبل باي بال. إذا إلى هنا يعني تم يعني شرح هذه استراتيجية من بين استراتيجيات عدة سوف يتم طرحها على في أي بي دروب شيبينج. أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس. ففي قناتكم شيب ناو لن تجدوا لغة الخشب، يعني الشرح الذي لا طائل منه كعدد كبير من الفيديوهات التي نبحث، فلا نجد إلا كثرة كلام لكن لا يعني لا تصل إلى شيء حقيقي، يعني يبقى يعني يدور في الكلام، يدور في الكلام ويجتر الكلام لكن لا تصل إلى نتيجة حقيقية. حاولنا يعني في قناة شيب ناو أن نتفادى هذا المشكل وأن يعني نصل إلى صلب الموضوع ونعطي يعني تقنيات دقيقة وعملية للوصول إلى نتائج ملموسة. وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.